عطوفة محافظ محافظة طول كرم ممثل السيد الرئيس الأخ اللواء عصام أبو بكر حفظه الله. حضرة السيدات والسادة الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمسميات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. بداية نرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم دير الغصون، بلد الخير والأوفياء، بلد الكرم والأحرار. السادة الحضور الكريم، يجمعنا بكم اليوم أمسية جميلة نطلق من خلالها مهرجان ربيع الشعر الفلسطيني من على أرض دير الغصون وبحضور هذه الوجوه الطيبة. والله شفتك يا علمي زين طرايات الأمم، أسود أسود فال صعب، أبيض أبيض لون القلب، أخضر أخضر لون الأرض، أحمر متلون بدمي. بداية وكما هي دائما البداية مع رمز عزتنا من سقط الآلاف لرفعه عاليا وسيبقى عاليا بإذن الله. يقال في لسان يحيى الإنسان، ونحن الفلسطينيون نقول في لسان تعود الأوجاع والذكريات الأليمة والجروح النازفة، من ذكرى الاجتياح الهمجي في انتفاضة الأقصى إلى معركة جنين الصمود إلى ذكرى الثلاثون على استشهاد أمير الشهداء وسيدهم خليل الوزير أبو جهاد أول الرصاص وأول الحجارة، إلى يوم الأسير الذي يصادف هذا اليوم 17 من نيسان من كل عام. هؤلاء الأسود الرابضة خلف القطبين الذين سطروا بنضالاتهم أروع الملاحم في التاريخ، وإننا إذ نتضامن معهم ونقف إلى جانبهم فإننا نقول لهم حتما إن الاحتلال إلى زوال، وإن الفرج قريب، وصبرا صبرا فالقيد سينكسر وباب الزنزانة سيفتح بيوم قريب إن شاء الله، فلا السجن باق ولا السجان. وكما كان يقول القائد الختيار الشهيد أبو عمار، أرضوا في نهاية هذا النفق المظلم. رسالة مبايعة من أرض دير الغصون، أرض الشهداء والأسرى والثوار، من هذه الجموع، جموع المثقفين والشعراء والأدباء ومدراء المؤسسات والطلبة وذويهم وجميع الحضور الكرام، نبعث برسالة من خلال عطوفة المحافظ مبايعة وتأييدا للسيد الرئيس أبو مازن حفظه الله ورعاه، وإلى القيادة الفلسطينية رسالة حب وتأييد ورسالة دعم، ونقول ابقوا على العهد صامدين وعلى طريق الثوار سائرين، وكل الصفقات المشبوهة وصفقة القرن المزعومة حتما جميعها إلى مزبلة التاريخ، فالتاريخ يكتبه الرجال وليس أشباه الرجال. وثورتنا تعرضت في الماضي للكثير من المؤامرات وخرجت منتصرة دائما، فسيروا وعين الله ترعاكم ومعكم كل الشرفاء والأحرار. نادي دير الغصون، أستاذ حمدان السفان موجود، بلدية دير الغصون هي الجامع والمجمع لأبناء دير الغصون. نعتز بهذه المؤسسة
التي تقوم بتقديم كل ما تستطيع من خدمات. هذه المؤسسة على رأسها حاليا أستاذ فاضل وابن أستاذ فاضل، كرس وقته وجهده واهتمامه لخدمة أبناء بلده، رجل نشهد له بالاستقامة والعمل الدؤوب، رجل الميدان وحامل قانون، الأستاذ والمربي الفاضل رئيس بلدية دير الزور أستاذ محمد أبو صاحب، فليتفضل لإلقاء كلمة. يقول تعالى في كتابه الخالد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. الأخ عطوفة محافظة طولكرم المحترم اللواء عصام أبو بكر، الأخوة الحضور جميعا كل باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي أعضاء المجلس البلدي أن أبدأ كلامي بتوجيه خالص الشكر وعميق الامتنان إليكم جميعا. يقول شاعرنا محمود درويش: يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل، لا طرف التحقيق باقية ولا زارة السلاسل. أيها الأسرى في غياهب السجون، نستصغر أنفسنا ونحن نتحدث عن شموخكم بهذه العبارات العجفاء، فكل كلمات الأرض وكل عبارات المدح والثناء تركع صاغرة أمام عظيم تضحياتكم. لقد عاهدناكم أن تبقوا رمزا لعزتنا وكرامتنا، ومهما شيد الأعداء من جدران الإسمنت فلن يحجزوا بين أجسادنا وأجسادكم. فالروح تخترق الجدران، وفي حنايا القلب يكبر حبنا للوطن، وكل ركلات وصيات الجلادين لن تصل إلى نبض القلب. إننا نقف اليوم إحياء وتكريما للشعر والشعراء، خاصة الشعر الفلسطيني الذي يجسد واقع شعبنا المقاوم وقضيته العادلة. إن هذا اللقاء في دير الغصون ما هو إلا نتيجة لحب أهل هذه البلد للشعر والأدب والشعراء، فقد خرجت من بين ثناياها عشرات الشعراء، وكما يقال الشعر ديوان العرب. فإذا أردت أن تعرف أي شيء عن العرب فاقرأ شعرهم. وفي الختام، إننا في بلدية دير الغصون وأهلنا في الجارشية والمسكوف يشرفنا أن نتبنى ونشارك وندعم هذه الأنشطة لما لها من أثر كبير في تعزيز الانتماء الوطني والتمسك بالأرض، خاصة في هذه الظروف التي تحاك ضد قضيتنا وقيادتنا، ومن مؤامرات كبرى تستهدف وجودها. ومن هذا المنبر لا يسعني إلا أن أشكر النجامى في الأجهزة الأمنية والشرطة لما يبذلوه من جهد في توفير الأمن والأمان، ونخص بالذكر إخواننا في شرطة شويكي لما يقدموه لنا من دعم ومساندة في تطبيق القانون في البلد تحت سيادة العقيد عزام جبارة وبقيادة أبو الجميع السيد أبو عدي. ومن هنا نقول لكم شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي دير الغصون الرياضي مؤسسة وطنية رائدة في المجال الرياضي والاجتماعي، يقوده ثلة من الرجال المتطوعون لخدمة هذا البلد، وعلى رأسهم قائد فذ ورجل صلب صاحب الأيادي النظيفة
عرفناه في كل المواقع من دير الغصون إلى مواقع الثورة في لبنان إلى الاعتقال وهدم بيته إلى قيادة الحركة الطلابية في جامعة النجاح إلى العمل المؤسسي وحاليا هو أمين سر حركة فتح بطول كرم له كل المواقع في كل المواقع بصماته المضيئة. الأخ المناضل المتواضع حمدان السيفان فليتفضل للقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم، نحييكم بأسمائكم بألقابكم ومسمياتكم، ويطيب لنا بل يشرفنا أن نلتقي معكم في هذا الحفل الفني الثقافي الوطني الرائع الذي نتواصل من خلاله من أجل الوطن ورفعته ومناعته وتقدمه وتمكينه وبوسائل شتى إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. كما قال الرئيس الراحل المؤسس ياسر عرفات: لم تعد الثورة بندقية بيد سائر مقاتل فحسب، بل ريشة فنان ومبضع جراح ومنجل فلاح وكلم أديب أو شاعر ملتزم وغير ذلك. ومن هنا فإن إخوتكم في نادي دير الغصون الرياضي الثقافي الاجتماعي إذ يقوم بهذه الأمسية انطلاقة من الأمانة والرسالة التي يحملها هذه الأمسية التي كلفنا الأخ الدكتور عبد الرحمن خضر مشكورا بإعدادها وإخراجها وهو أهل لذلك، فإننا نأمل أن تنال إعجابكم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، شكرا لكم جميعا رعاة وحضورا ومنفذين ومخططين، واسمحوا لنا أن نخص بالذكر عطوفة الأخ المحافظ وقائد المنطقة ومدير مركز شرطة سويكي وكافة الأزرع الأمنية ورئيس البلدية وكافة المؤسسات الأخرى وصاحب القاعة الأخ جميل، والشكر موصول سلفا لفرقة كورال مدرسة بنات الدير الثانوية التي رفعت رؤوسنا عاليا في حفل الأسرى في جامعة قطور يوم أمس. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم وقيادتنا الحكيمة لما فيه الخير والرشاد والسداد والفلاح لشعبنا العربي الفلسطيني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل زمان دولة ورجال. في زمن الثورة والثوار كان لا يوجد مكان للمنبطحين والمتخاذلين والمتسلقين والجبناء. كان زمن الرجال ولا مكان لأشباه الرجال. كان زمن الصامدين القابضين على الجمر. جامعة النجاح كانت مصنعاً ومعقلاً للثوار وبيت الرجال. أن تكون عضو شبيبة أو عضو مجلس طلبة فهذا باب مفتوح للاعتقال بأي لحظة من قبل قوات الاحتلال. فكان لابد من وجود رجال يكونوا في مقدمة الصفوف بالرغم من معرفتهم بالمصير المحكوم، أسيرا أو شهيدا أو مصابا، مع هدم بيت أو نفي أو كل ما هو منافي للإنسانية من قبل الاحتلال. رجال ثبتوا وقدموا الغالي والنفيس من أعمارهم وما يغلى على النفس. الأخ القائد اللواء عصام أبو بكر أحد قادة الحركة الطلابية ومنها إلى قيادة الحركة الأسيرة في السجون، حيث أمضى في السجون أكثر من 12 عام، وبعد التحرر إلى قيادة المؤسسات ومن ساحة نضال إلى ساحة أخرى، دائم الحضور ودائم العمل. وحاليا تشرفت به محافظة طول كرم محافظا لها ومحافظا عليها، وعضو في المجلس الدوري لحركة الفتح. مع كلمة القائد فليتفضل. الأخ حمدان السيفان أمين سر الإقليم وأمين سر نادي دير الغصون،
الأخ محمد أبو صاح رئيس البلدية والمجلس البلدي، الأخ صايل خليل منصب الفصائل، الأخوة الأخ عبد الفتاح الدرغ مدير الصحة، الأخوة المجالس، الأخوة الأمن، شرطة الشويكي، السيد الأستاذ الغام نجار جمعية يتمى للعمل الاجتماعي، الدكتورة لينا الشخشير جمعية منتدى المنارة للثقافة والإبداع، وزارة الثقافة الأخ منتصر الكم، مدراء المدارس والمعلمين، محافظة طولكرم، الأهل الأعزاء في دير الأسود، نشاط سنوي منذ 3 سنوات أنا التقيت معهم، كان لهم مهرجانات أخرى سبقت هذا المهرجان تحت عنوان مهرجان ربيع الشعر الفلسطيني. هؤلاء الذين يقومون على هذا النشاط المهم والمميز قد أتوا إلى بلد الإبداع والتميز، هذه المحافظة التي تنتج دائما وأبدا وفي كل مرحلة أدبيات وكتابات وأشعار وإبداعات مميزة، ونحن كمستوى رسمي نجد العمل الزاخر في هذا المجال ما يفسح المجال دائما وأبدا لتقوية الثقافة الفلسطينية وتقوية الثقافة المقاومة وتقوية الثقافة الصامدة والمعززة للإمكانيات. بهذه المناسبة تحيات فخامة الرئيس للجميع ودعم الكامل لهكذا النشاطات. نحن في هذه اللحظات في تحت وطأة يوم الأسير الفلسطيني، هذا الغضب الفلسطيني العارم والشامل لاستمرار هذه الجريمة المستدامة المستمرة للاحتلال في اعتقال شعبنا الفلسطيني. أصبح لدينا أكثر من 1,000,000 فلسطيني معتقل منذ بدء المشروع الصهيوني، أكثر من 10,000,000,000 سنة قضوا الشعب الفلسطيني في سجون وبسطيلات الاحتلال، الكثير الكثير من النات وعذابات المناضلين. حقا إن الاعتقال والسجن قاهر، ولكن لدى أبناء شعبنا الفلسطيني هو مصدر عزة وكبرياء وكرامة وبناء ونظرة للمستقبل. في هذه اللحظة أستذكر والدي عندما كتب لي قصيدة لم أحفظها، ولكن أحفظ بيت واحد فيها، عندما قال: مهلا بنيا وإن تثاقل ليلنا، اصبر فآخر الظلام نهار. رسالة بعثها لنا هذا الرجل بالنسبة لي القدوة، والكثير من أمثاله. الشعب الفلسطيني أنجب الكثير الكثير، ولكن بصمودنا بعزتنا بقدراتنا الذاتية استطعنا أن نحول بسطيلات الاعتقال إلى أكاديميات وإلى أيضا حاضنة نضالية مستمرة. هذه التجربة الاعتقالية عندما بدأت الانتفاضة الأولى كان عدد المعتقلين قد نافى 200,000 معتقل، هم من قادوا الانتفاضة الأولى، هم من صنعوا مجدا وعزة للشعب الفلسطيني، هم
من وضعوا حدا لاستمرار الاحتلال. نحن في هذه المناسبة اللي احنا بنشكر القائمين على هذا المهرجان، وبنشكرهم انه احنا في نوع لا يجب ان نهتم به، وهو الابداع والفن والكتابة والشعر، والذي يجب ان ينتقل شعبنا الى شعب قارئ كما كان سابقا. للأسف الشديد البريطاني يقرأ في السنة 80 كتاب، وللأسف كل 80 عربي يقرأ كتاب. هذه المعادلة يجب أن تتغير. كلما قرأنا كلما قوينا من ملكاتنا وقدراتنا، سواء في الشعر ولا في الكتابة. إخواني أعزائي، في هذه اللحظات وبهذه المناسبة سأستذكر بعض الأبيات القليلة، مقتطفات قليلة تحاكي الحال الفلسطيني والحال العالمي. مثلا شاعر فلسطيني عندما قال: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل قضية فيها نظر. هذا البيت يحاكي فصول المأساة الفلسطينية. وأيضا بهذه المناسبة أستذكر الشاعر العظيم راشد حسين في فكر المقاومة الفلسطينية، وكيف كان يرى شكل المقاومة الفلسطينية عندما قال: ضد أن يحمل أطفال البلاد قنبلة، ضد أن يحرق شباب بلادي سنبلة، ضد ما شئتم، ولكن بعد إحراق شبابي وبلادي كيف لا تصبح أشعاري بنادق. هذا الشاعر العظيم هو طبعا توفي في السنة 75. من ذاك الوقت وهو يقول الشعر في ذاك الوقت، ويعتبر الشعر شعر مقاوم قادر على المواجهة. نحن كشعب فلسطين مصممون على أن نعيش وأن نحيا، ولدينا الإرادة القوية بكل هذه الإمكانيات العظيمة. وهناك تقدم ملحوظ لدينا. عندما فرقة مدرسة دير الصوم بالأمس غنت سطر التاريخ يقول يا عسقلان، هاي القصيدة كانت يتم تداولها خفي وسرا، اليوم احنا بنغنيها في مهرجاننا. هذه قصيدة عمرها قديم، هي من في نهاية السبعينات وفي أوائل الثمانينات، خطوها شعراءنا في داخل المعتقلات، كنا نغنيها سرا، الآن تغنى أمام الملأ. وفي فرقة أخرى عندما غنت قصيدة محمود درويش: وطني يعلمني حديد سلاسل عنق النصور ورقة المتفائل، ما كنت أعلم أن تحت جنودنا ميلاد عاصفة المعصر الدولي كانت تقرأ سرا. وهذه القصيدة من أفضل القصائد التي يجب أن نتمعن بها كثيرا. كتبوا على الجدران رقم بطاقتي فنما على الجدران مرت سنابلي، وختمها بأفضل الأبيات: فإذا احترقت على صليب عبادتي أصبحت قديسا بزي مقاتلي. وحد الطوائف الدينية لدى الشعب الفلسطيني. لدينا الكثير من أبوات الشعر الفلسطيني، لدينا الكثير ويجب أن نحفظهم أريج للفصول القادمة، لأنهم من قدموا توفيق زياد وأميل حبيبي وغيره من الشعراء العظام. وهناك الكثير من المنسيين اللي إحنا لازم نتذكرهم دائما. إحنا من خطينا الشعر في البدايات، في العشرينات كنا نكتب شعر. السكاكيني سبق كل
اللي لهم علاقة في كتابة اللغة والتدريس في الشعوب الأخرى، وبالتالي إحنا إلنا الكثير ما نفتخر به. ولكن سأختم هذه الأبيات لوالدي عندما خاطب السجين وقال: أنت في القلب أيها السجين المبدى، أنت في الروح، أنت من سطر مجدا، أنت رمز الجهاد، أنت من أعطى وتصدى، اصبر فإن الظلم لا بد يوما أن يرد. جمعية يدمى للعمل الاجتماعي جمعية وطنية عريقة تشرفنا بمعرفتهم ودأبوا على إقامة هذا المهرجان الأدبي، وأصروا هذا العام على إقامته في محافظة طولكرم، وتشرفت دائرة الغصون باستضافته. لكم كل الاحترام والتقدير. ومع كلمة جمعية يدمى للعمل الاجتماعي وعمله مع الأستاذ درغام النجار، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الأخ عصام أبو بكر محافظ محافظة طولكرم حافظه الله، الإخوة والأخوات الشركاء والحضور، كل باسمه وصفته مع حفظ الألقاب. في هذه المرحلة الحرجة تطل علينا اختبارات إثبات الهوية والوجود لنكون على محك الصف الوطني الواحد المبايع والمؤازر لزيارة الرئيس. ومن على هذا المنبر نعلن نحن في جمعية يتمى للعمل الاجتماعي وقوفنا خلف الصف الوطني بقيادة فخامة رئيس دولة فلسطين، الرئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن حفظه الله. وتأكيدا على هذه الرسالة وهذا التوجه، نعلن من هنا إطلاق مهرجان ربيع الشعر الفلسطيني الثالث من دير القصون، وفي يوم الأسير الفلسطيني لنكون يدا واحدة وشعلة واحدة تضيء الدرب نحو الحرية والاستقلال وقيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم درغام النجار رئيس جمعية يتمى للعمل الاجتماعي. له بصماته الشعرية المميزة ومشاركاته العديدة في كل محافظات الوطن وخارج الوطن. وأهلا وسهلا بالضيوف، وأهلا وسهلا بطالباتنا وأبنائنا وأهلنا في دير الرسول. 70 عام ونحن نعيش ما بين الركام. الإسرائيليون هذه الأيام يحتفلون بعيد الاستقلال، ونحن نعيش ذكرى النكبة. والنكسة تمعن في شلخ الجرح منذ 51 عاما، وما زال الفلسطينيون يتقلبون على جمر الاحتلال ويتلذعون بوخز أشواك الهزيمة ووهج أتون التآمر والظلم. وقد مشت بنا الذكريات في رواق الأيام ترفع الستار عن بعض الأحداث وتتكشف الحداث وتتكشف الأحداث لتتركنا نتلمس الحقائق
وقد تركتني على أذرعة موجية من الشعر تحرق ما تبقى من هشيم القلب لأخرج من نار النكبة والنكسة والخريف العربي أتلمس طريق العزة والنصر والكرامة. أبدأ برسالة إلى ترامب الذي يود أن يعطي هدية لإسرائيل القدس الحديدة. أقول له إلى الراعي: سئمتك أيها الراعي، سئمتك أيها الساعي لإركاعي، سئمتك لنبيع القدس والخنجر، ومهما طال ظلم الليل لن أضجر، فلا بالقمح تخرسني ولا بالمال ترهبني، ولا دولارك المبتل بالعفن يهددني ويسعدني ويشقيني ويغنيني ويفقرني، يجوعني ويشبعني، خشاش الأرض يكفيني، وأرضي تطرح الخيرات من سمن ومن عسل ومن قمح ومن عدس ومن بصل ومن زيت ومن زعتر، فلا أخشى صواريخا ولا أخشى رصاص القدر إن دمدم، فأنت الغاصب المحتل لإسرائيل بغاصبتي. وها قد عدت يا ترامب ولكن لم تعد تنصف، فأنت الشوكة الكبرى بحنجرتي، وأنت الخنجر المغروس يقطر حقده سما بخاصرتي. سئمتك يا عدو الله، يا وعلا يا جحشا يناطحني يحاول كسر أضلاعي، ولم يعلم بأني صخرة صلبة، وأن الريح والإعصار والغربة، وأن السجن والسجان والمنفى، وقيد الظالم المحتل صار لنا دربة، وقيد الظالم المحتل صار لنا بها دربة، وأن زنازن السجان في لغتي شواردها أوابدها مطار منه الإقلاع. سئمتك أيها الراعي، سئمتك لا تتاجر بي وتسرق بعض أعضائي، سئمتك لن تستطيع سرق يدي ولا قدسي، فأني هل من عبيد أبيك؟ أتزجرني وتسرق عنوة أرضي وتعطيها لأعدائي؟ فمن ولاك؟ من ولاك يا طاغوت هذا العصر ربا كي تبيح دمي؟ فمن ولاك من أحزاننا تغرف؟ متى يا أيها الشرعي يا ترامب، متى تعرف بأنك لم تعد تعرف، فبيتك لم يعد أبيض وسقفك دائما يدلف؟ متى تعرف؟ متى يا أيها الراعي، متى تفهم بأن جراحنا تنزف، وأن رضيعنا يعرف بأنك لم تكن يوما نزيها أو شريفا أو صديقا تبتغي موقف، وأنك دائما تشوي لحوما من ضحايانا على أوجاعنا تعزف؟ دعونا نلتقط أنفاسنا مرة، دعونا كي نعيش كما تعيش أسودنا في سجنكم حرة. دعونا وارفعوا عنا خناجركم بوارجكم، ولا تستعملوا الفيتو ولو مرة، كفاكم قد قرفناكم سنكسر خلفكم جرة. سيخرج طفلي العاري، سيخرج طفلي العاري يقول بأنني حر وأمي سوف تبقى دائما حرة. ولأجل ذلك، ولأجل ذلك لا أريد، لا أريد الردح في ذكرى النكبة. أنا لا أريد، انزعوا عني وسام بكائكم، صار قلبي من حديد. لا أريد الردح في الذكرى،
وشق الجيب، بل في الغيب أخباري مهيئة، وفوق ركام آلامي تصبب دمع أحلامي. فبللت الجرائد بالندى، ونعيت أسراب المخيم والقصيد. أنا لا أريد تذكر الماضي الملفع بالدموع وبالجليد. أنا لا أريد تذكر الخيمات والبكجات والعيش الذليل، وكم خسرت من النبيذ من الكروم، وشبت منذ طفولتي، ودمي على الأرغول، ودمي على الأرغول يعزف لحنه الوطن الجميل. فلا رجوع إلى المآسي والحضيض، أتذكر الحناء في أيار عند سقوط يافا، ذا الذي كانت عروس البحر زينها البحار، وكان قلبي كالكمار، وجيش إنقاذ العروبة والقوقج لا أوامر لا قرار. وباقة الحزن الشهية كالدم المسفوح، تشهق في الشوارع في الأزقة كالغبار. أنا لا أريد تذكر المأساة، إعلان الصهاينة الغلاة، قيام دولة رئسهم، ودمي على الأطلال صار لهم نشيد، وأنا وأهلي نرتدي ثوب الأسى وهج الأنين، متسولين معذبين مهجرين مع الجراح على التلال وفي الخيام بلا نعال. أنا لا أريد تذكر الزمن اللعين، وقلد مائير العجوزة والهجانات، وشرتوك وارتكابات المذابح، دير ياسين وكفر قاسم، والعصابات التي اعترف العرب بها. آه يا عرب، والعصابات التي اعترف الأولى فيها، وصارت لليهود كيانهم، وأنا أجعجع دون قمح أو طحين. أنا لا أريد أن أعلن الدمع عليك يا بلادي يا فؤادي، وأنا لا أملك زادي، طال شوقي والحنين. سقطت قناعات الوجوه الكالحات الزائفات مع سنين، سقطت عباءات الملوك. أنا لا أريد بأن تكون الشام مثلي ثم مثلك أنت يا بغداد مذبوح الوريد. كل هذا كان في الزمن البعيد، كل هذا كان في الزمن البعيد. سأمسك المنديل، لن أرثيك يا وطني الجميل، بل أريد القول إن النصر قادم، بل أريد القول سوريا العروبة لن تساوم، بل أريد القول إسرائيل صارت في مهب الريح، وكذاك ترامب وأوباما الجريح، لكأن في قلبي شهيدي يستريح، لم تعد نجبات أخرى قادمات، ما عدت، لم تعد نجبات أخرى قادمات، ما عدت أخشى من شتات، كل ما قد فات مات، وربيع ماض الأمنيات، فأنا أرى والله نصرا قادما، إنه والله آت، إنه والله آت. شكرا دكتور مصروح. بداية أشكر جميع القائمين على هذه الأمسية، وأرجو من أخواتي وأمهات الجالسات على شمالي أن يعرني انتباههن، فهذا شرف لي. والقصيدة الأولى تقول: أعد وقتي، طبعا القصيدة الأولى على لسان أسير، أعد وقتي حتى خلته بطرا، فالليل ساجن ووحدي أقرأ القمر. أنا الأسير وماذا بعد يا وطني، فالشمس تشرق من عيني ولست أرى. يا أيها الناس، لو جربتم وجعي وجدتم القلب في الراحات معتصرا،
فالقهر يقتل والأسماع ضائعة والظلم طاغ يهد الصخر والحجر. أعطي حياتي لغيري ثم أنثرها، ورب معط حياة ما لديه خرى. أصبر النفس حتى كدت أقتلها، وأقلب الخوف في قلبي شذم عطرا، وألتم الموت جأشي ما استطعت، وكم أصير النار من صبري بها مطرا. أنا الأسير وظنوا أنهم غلبوا، كلا وربك ما نصر إليه جرى. كناية النصر في عيني تقرأها، كناية النصر في عيني تقرأها، ورب ورد على جدرانه انتثرا. أنا سأبقى وأنتم سائلون، وكم يزيد يزول ضيق قسى مستوثق بعرى. أنا سأبقى وأنتم زائلون، فلي وجه بأني مبعوث السماء قدرا. لا موت أخشى ولا خوف يؤرقني، والشعب مثلي إذا أثنيته كثرا. أما القصيدة الثانية فهي للإنسانية، وتقول القصيدة: الريح أكبر من أن تعشق الأحمق، والبحر أصغر أن يهدى لمن نعشق. يا سيد الماء، هل فتشت عن كثب؟ ما خانك البحر لكن خانك الزور. في كل شبر دماء، أين مهربنا؟ يكاد كوكبنا في الدم أن يغرق. إنسان وأنت لماذا صرت منتحلا، ورحت تتبع صوت الجاهل الأخرق؟ فالظلم منتشر ينقض مفترسا، من سمك سطوته سقف السماء يغلق. والأرض قادمة ضاقت بما رحبت، كأنها عقد من إبرة أضيق. والظلم مندفع من كل ناحية، والعد مفردة فانطق بها تشرق. يا رب يا رب أينك؟ قد عاد الفساد بنا، صامت ملائكة في قولها الأسبق. إنسان منكسر كالقهر منفجر، للموت منتظر محدودب مرهق. يدعو بأدعية، يبكي بأفئدة، يرنو بناظرة في وجهك المطلق. الحرب سوداء لون الموت ينسجها، والحب ينسج من لون السماء أزرق. فتش عن الحب يا إنسان منتشيا، فتش عن الحب يا إنسان منتشيا، فليس في الحرب إلا أن بها تحرق. لا تسرق الروح من بنت ومن ولد، فالروح تعطى حياة لا لأن تسرق. والجسم يعطى بلا أصفاد ترهقه، يا رب ما أجمل الأجساد أن تعتق. والحب إن صدق الإنسان غايته حسن، وأحسنه في حبنا الأصدق. لا أنبياء لكي ننجو بمعجزة، إذن لننجو بحدس العاشق الأعمق، إذن لننجو بحدس العاشق الأعمق. شكرا جزيلا. بنات دار الحصون الثانوية، وهي فازت بالمركز الثاني على مستوى الوطن. طبعا طالبات المسرحية إن شاء الله بكون لهم سفر 25 الشهر إلى المغرب لعرض المسرحية هناك في عدة مدن مغربية تمثيلا لفلسطين، فهم بنات فلسطين وليس دار الحصون فقط. كل الشكر كمان للمعلم المبدع دانا صوارف على هذا الإنجاز. كل التحية والاحترام والتقدير لأهالي الطالبات لدعمهم المميز لبناتهم للأداء هذا. Thank you.
بابا طبعا شو السؤال. بس شو بابا المس اليوم حكت لنا انه الوطن هو المكان يلي منعيش فيه، هو بيتنا الكبير، هو الاهل والعيلة والصحاب والقرايب، هو المكان يلي اذا سافرنا اشتقنا له واذا رجعنا له بس نترابه. فكيف فلسطين بلدي وانا عمري ما زرتها؟ بعدين بابا اذا كانت فلسطين بلدي عن جد ليه انت تركتها؟ طيب بابا خلينا نروح نزور ستي هناك. بابا بي ابن الحلال عن ذكره ببال وهي الحبايب من الوطن بريلو. احمد كيفك؟ شو؟ ايش بتحكي يا زلمة؟ وينك يما؟ يلا يما بدي اعمل الشاي. يا وطن اي شاي هاد؟
يما بدي اقول لك موضوع. مالك مستعجل؟ ما كله دقائق الشاي. ما هو يما طلعت الفيزا يا ام يوسف. شو؟ طلعت الفيزا يما. خبر عاجل.
في اجتماع الكنيسة تم الإقرار على إلغاء تصاريح عبور مغادري منطقة أورشليم القدس ومنعهم من دخول الأراضي الإسرائيلية، وعليه يتم تسجيل ممتلكاتهم تحت بند أملاك غائب. التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين. يعطيك العافية. أنا رح أعمل لك كاسة فطورات روقي فيها أعصابي. إحداشر سنة وخمس شهور وأنا على هالحال. سافرت يا حبيبي يا يوسف، قال عشان بدك تبني حياة وتعمل مستقبل وبدك ترجع لي كمان كم سنة. قاموا طلعوا قرارهم هالكلاب وحرموني منك. انت طلعت وسافرت وتزوجت وخلفت وانا هيني كل يوم على هالحال، كلب رايح وكلب جاي. بس شو احكي يما، شو احكي
الشكوى قصها الله غير ربي يوفقك يا حبيبي من هالدبالة مش هحكي صحية وبضعة أوراق فيها صور شخصية.
مبتسم قليلا، كوني الآن جزءا من الجزر البريطانية. كل هذا وما انتظرت كثيرا على أبواب القنصلية وما سئلت حتى عن الاتجاهات السياسية. رحبوا بي في بلادهم كرجل فلسطيني قد طفي في بلاده، ثم وعد بحق عودة كامل. أتدرون ما الحال؟ اعتبروني واحدا منهم. ومن حين بيتا على الشاطئ أتأمل في أحوال بلادي النفسية. رحبوا بي وقالوا هلا بك في بلادنا ونتمنى لك حياة هنية. ثقلت على لسان العربي حروفهم إلى أن أصبحت أتقن اللغة الإنجليزية. ويضيق صدري بي أحيانا فأنا الغريب في هذه الغربة الأزلية. كطير قد قطع عن سربه فحاول اللجوء إلى أي سرب يقابله. أيا عربا في الشتات، أسنرجع يوما؟ أسنرجع يوما أم ستحكمني الأبدية؟ فما زلت في غربتي أتألم، وما زال لسان الفلسطيني يتكلم. وإن منحت 100 جنسية ففي قلبي جنسية واحدة، شئتم أم أبيتم فأنا فلسطينية وفلسطينية وفلسطينية. نرجع إلى فقرة الشعر مع الأستاذ محمد زايد. أستاذ فضل درس اللغة العربية ويعمل حاليا مشرفا للأنشطة الثقافية في مديرية التربية والتعليم بالكرم، وهو عضو في جمعية المكتبات والمعلمات الفلسطينية. شارك في العديد من الأمسيات والنشاطات الشعرية على مستوى الوطن، فليتفضل مشكورا. الذي كان لي شرفه تحكيمه على مستوى مديرية التربية والتعليم العالي بالكرم. طير الغصون إليك الروح ترتحل، فأهلك الصيد منهم يورق الأمل، في حبهم نسمات الشعر أرسلها لعلها لذرى أذواقهم تصل. أسعد الله مساءكم. النص الأول: نقش في صخر العناد، غدا من صدرك الفولاذ هش، وفي صخر العناد تركت نقش، ضربت ببأسك الأمثال حتى إذا ذكر اسمك السجان يخشى، ورأسك من حنى بسياط باغ ولم يجزع إلى ما زاد بطشا. تركت بجوعك الخزان ترنو لبعد غد بآمال موشى. أبيت الخبز غمز في هوان، وآثرت الطوى والعز عيشا. ردت كرامة تاهت طويلا، أضاع قيادها من رام عرشا. أعدت لصفحة التاريخ مجدا، نأى عن أمة للمجد عطشا، وينقض غزل وحدتها شقاق، وسم ضغينة فيها تفشى، ويلضمها الأباعد والأداني، وتنهشها نيوب الذل نهشا. جيوش العرب أوهنها قعود، فأسكن وهنها الإقدام نعشا. تكهدرت الجحافل دون حرب، إذا بك بالصمود قهرت جيشا. قصيدة الأخرى: أسد الرباط، ليل الغزاة تولى اليوم منهزما، وأسفر النصر
والبشر الغزير هما أصل الرباط افتدوا بالروح قبلتهم وطهروا من فلول الغاصب الحرما فليس غيره حق الثناء له ولا يقاس امرؤ بالباذلين دما ولا الذين اطمأنوا في مضاجعهم كمن تجرع في نيل الأسى ألما والقدس تعرف من رد الأذان لها فراح يصدح حتى عانق القمم ومن تقدم لم يعصف به وجل تراه يخلع ثوب الخوف مقتحما وتعلم القدس من خانوا ومن جهلوا ومن أباحوا لباغ أن يدوس حما ومن تواروا بصمت حينما اغتصبت ومن تخاذل لما استصرخت همما قد رسخ الفتح من أرواحهم أضحت بركان صبر سقى هام العدا حمما طوبى لمن كسروا أكبال مسراهم فعانق المسجد الأبطال مبتسما. وللحضور الكريم كل باسمه. عن الأقصى أحدثكم عن الأقصى أحدثكم فألقوا السمع وانتبهوا وخلوا الهام منتصبا أما أن الضمائركم وبيت الله مسبي وأرض القدس مغتصبة عن الأقصى أحدثكم عن الأقصى أحدثكم وهل أسمى وهل أغلى من الأقصى أما عازت جيوش البطش في أرواحكم تدرى أما ناحت جوارحكم لفقد القدس والمسرى نبي الله شرفه ومنه للسماء عرجا عن الأقصى أحدثكم وفي قلبي لهيب القهر يتقد فكيف بربكم أغفو وكيف يطيب لي عيش وقدسي في مهب الريح ترتعد وفي وجه العدا وقفت فلا أهل ولا سند دعوني أسأل الأسوار عن أهلي وخلاني دعوني أعقد الآمال أحلم بالغد الداني وأرسم بسمة في الثغر أمسح جرحها المكلوم إن الجرح أدماني لتشرق في سماء القدس شمس الحق في أرضي وشطآني عن الأقصى أحدثكم عن الأقصى أحدثكم فلموا الشمل وانتفضوا وكونوا للعدا رصدا وكالآساد إن ركضوا وخطوا في جبين الدهر ملحمة لنغسل ما ذئاب الأرض قد نفضوا لنرجع مجدنا السامي ونغدو في عيون الكون مفخرة ومعجزة من الهادي إلى أحلامهم نهضوا قصيدة الثاني بعنوان اغتراب ماذا أقول ودمع العين منسكب والجرح دام ونبض القلب قد وثب قد عيل صبري وكان الصبر ملتجئي لله أشكو زمانا سامنا التعب كنا وكم كانت الأمجاد قبلتنا وكم بنينا صروحا للعلا سببا واليوم نمضي كسيل نحو منحدر حل الدمار وغير الموت ما جلبا رحا تدور ومن فكت تمزقنا وتطعم النار من أشلائنا حطبا لا الأفق رحب ولا الدنيا بمنصفة ولا الربيع بآت بعدما هرب
خيرا، والعرق شقت دروب الذل وعجبا، لولا تقاعس عن حق لنا سلبا، ما خلف العار في جبهاتنا ندبا، كل الجحافل ترقى المجد رتبتها، اما جيوشكم لم تبرح التربا. ويعطيكم العافيه. Thank you.
أستاذ خضر سالم،
سالم. طالب رمضان خضر يا زهابي. أبو العبد ديما عمر القاسم
حفظ الله وعد فراس الغول نورة جمال محمود العلي علا غصوب أبو صاح شاهد نضال الشولي شو الشولي مضيع النار شاهد نضال الشولي رهف محمد الحسن هبة هاني غانم هبة هاني غانم يارا محمد حوراني تقوى تيسير عثمان ناسا إبراهيم خليل ان شاء الله ما يكون في حدا انتسب في حدا انتسب في حدا رافض في حدا ما طلع اسمه من الصبايا في حدا ما طلع اسمه من الصبايا تمام Thank you.